السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الأول الابتدائي، أجيال المستقبل، أهلا وسهلا بكم وأولياء أموركم. ما زلنا مستمرين معكم في شرح التاب قطر الندى للصف الأول الابتدائي دفعة 2024 في الترم الثاني. النشاط الثاني بقى بيقول لي اختر الحرف المناسب ثم أكمل. احنا بنشرح للأمهات تقعد مع أطفالها تشرح لهم المنهج أو تسمع الفيديو إزاي بنفهم الأطفال المنهج وتصبر عليهم عشان تلاقي منهم نتيجة. طيب هنا بيقول لي اختر الحرف المناسب ثم أكمل، أعطيني مجموعة صور وهيسيب لي في الصور دي هيكتب الكلمة بس هيسيب فيها حرف، خلي الطالب يطلع الحرف ده. فهنبص للصورة، هنقول له صورة إيه دي يا عسل؟ هيقول لي صورة مضرب اللي هو مضرب التنس. واعطيني حرف الميم واعطيني الراء والباء، ايه الحرف اللي ناقص؟ بيقول لي اختاروا له من هنا. يا ترى الساء؟ لا، بقول مض ضاد، يبقى اكتب له هنا حرف الضاد. خلاص طفلنا المفروض دلوقتي تعود وعرف اصوات الحروف، عرف الشكل الحرف بصوت الحرف. طيب اقول له صورة ايه دي؟ هيقول لي درج السلم اللي بنطلع عليه او ننزل عليه من على السلم. اقول له برافو عليك. طيب درج ده حرف ايه ده اللي ناقص؟ اعطينا الراء والجيم، يبقى ايه الحرف الناقص؟ اقول له حرف الدال. اقول له برافو عليك. طيب صورة ايه دي؟ هيقول لي فستان، بس لا هو مش عاطيني هنا غير حرف الواو والباء، يبقى ده مش فستان، يبقى ده ثوب اللي هو بيتلبس برضه، يبقى ايه اللي ناقص هنا؟ يبقى حرف، بقول ثاء، يبقى اللي ناقص هنا حرف الثاء. ثاء 3 نقط، ومن الحروف اللثوية بطلع فيها لساني. طيب نسأله هنا برضه ونقول له صورة ايه ديت؟ هيقول لي صورة اللي بيبقى على الحصان من فوق، السرج بتاع الحصان، اسمه صورة ايه؟ سرج، بحرف السين اللي ناقص. نسأله برضه نقول له صورة ايه دي؟ صورة جرس. مفيش مانع ان انت لو هو مش عارف الصورة تقربها له او تدي له مثال بيها. جرس، اعطينا حرف الجيم والراء، يبقى ايه الحرف اللي ناقص؟ حرف السين، وهختاره من فوقها، جرس. طيب صورة ايه دي؟ هيقول لي ظرف اللي بيجي فيه الجواب. ظرف بتبدأ بايه؟ ظرف، اعطينا الراء والفاء، تبدأ بحرف الظاء من الحروف اللثوية. طيب صورة ايه دي؟ هيقول لي ذرة، اقول له برافو عليك، نكتب ذرة اللي بناكله، يبقى نحط ايه ناقص هنا؟ اعطينا الراء والتاء، يبقى ناقص حرف الذال، نحط حرف الذال. صورة ايه دي؟ هيقول لي ضفدع، اقول له برافو عليك، اعطيني الفاء والدال والعين، يبقى ناقص حرف أول حرف ضو، ضفدع، حرف الضاد. بيقول لي انطق وصل بالصوت الأول من اسم كل صورة. طيب هننطق الكلمات وهنوصل الكلمة بحرفها الأول. طيب ده جذور بتاع الشجرة، جذور بتبدأ بحرف الجيم، يبقى نوصلها بحرف الجيم. طيب ده هرم بيبدأ بحرف الهاء، يبقى نوصله بحرف الهاء. ده ظفر، الظفر بتاع الأيد، يبقى بيبدأ بحرف الظاء، وصل بحرف الظاء. دي ساعة اللي على الحائط عندك، تبدأ بحرف السين، وصل بحرف السين. ده برتقال، بيبدأ بحرف الباء. ده تاج اللي بتلبسه الملكة أو الملك، يبدأ بحرف التاء، تاج. ده أسد، بيبدأ بحرف الألف. كده نكون انتهينا من نشاط 2 ونشاط 3، وانتظرنا في تدريب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.